القاعدة الثالثة في مقدمة هذه المحاضرة وهذا النظام هذا البرنامج، التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى، لله وحده منجٍ من الاتكال على النفس. لابد أن نكون في سيرنا في حياتنا هذه ونحن نسير إلى الله سبحانه وتعالى نكون في حالة من التواضع الكامل لله وحده، تواضع وتذلل واستكانة لله وعدم الاعتداد بالنفس. لا تعتد على نفسك، لا تعتد بنفسك، أنا أفعل وأنا أرتب وأنا أنظم، وإنما أنت تتذلل لله وتتواضع لله وتتمسكن بين يدي الله في كل أوقاتك حتى الله يرحمك، حتى تأتيك الرحمات من الله سبحانه وتعالى ويأتيك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فضروري يا إخوان أن نتذكر تذللنا بين يدي الله سبحانه وتعالى وتواضعنا بين يدي الله. في اليوم 5 مرات نصلي لله تعالى، جاء في بعض الروايات إنما الصلاة تواضع وتمسك، تتدرب على التواضع لله، تتدرب على التذلل لله، تتدرب على الخشوع بين يدي الله، تتدرب على أنك عبد لله سبحانه وتعالى. فلا يكون عندك اتكال على نفسك، لا يكون عندك اتكال على ذاتك، على قدراتك، حتى في أمور الهداية، أمور الهداية، أمور يعني السير إلى الله سبحانه وتعالى، أنت دائما في حالة من الطلب من الله تعالى. الله تعالى يقول في خواتيم سورة الدهر، سورة الإنسان، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. القرآن تذكرة يذكر الإنسان، وفيه الوسيلة للهداية، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ولكن هناك تنبيه، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ولكن وما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فحتى الهداية هدايتك ليست من قدراتك، وإنما هي من قدرة الله ومن كنوز رحمات الله وفضائل الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فيها إثبات وتحريك للتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى، بين يدي الله سبحانه وتعالى، والطلب من الله سبحانه وتعالى وحده. فهكذا نمضي وهكذا نسير في كل أعمالنا، ولكن للتذكار، لأهمية التذكرة أيها الإخوة الكرام. مستعدين إن شاء الله ننطلق بهذه المعاني، نجعلها في قلوبنا.